الداخل اللبناني بضربات عسكرية قاسية. لبنان دخل تدريجيا دائرة الخطر، وبالتالي إذا توقفت أو أعلن انتهاء المبادرة الفرنسية، هذه تعني عمليا سقوط لبنان كليا في اليد المحور الإيراني، وبالتالي سيصبح لبنان ساحة لهذه الأهداف التي تضاف إلى الأهداف السورية والأهداف العراقية وربما الأهداف التي يلوح بها الأمريكيون في داخل إيران، وبالتالي ستضاف البنية التحتية العسكرية لحزب الله ومواقع حلفائه ضمن لائحة الأهداف الأمريكية أو ما يسمى بالأهداف بالهاي فاليو تارجت، الأهداف العالية القيمة، وبالتالي سيتعرض لبنان لضربات عسكرية قاسمة أسوة بالساحة العراقية وبالساحة السورية. لا أستبعد أن يتعرض لبنان لضربات عسكرية على البنى التحتية لحزب الله التي سبق أن وردت بالإعلام بأكثر من مكان، يعني قبل انفجار المرفأ وبعد انفجار المرفأ وبعد انفجار عين قانا لازلنا نتكلم عن مواقع لحزب الله وبنى تحتية ومخازن صواريخ موجودة في الأماكن السكنية وفي البقاع وفي الجنوب. إذن في اللحظة التي يعلن فيها سقوط المبادرة الفرنسية سيدخل لبنان ضمن لائحة الأهداف الإسرائيلية أو لائحة أهداف التحالف، وبالتالي سيتعرض الداخل اللبناني لضربات عسكرية قاسية، يعني ربما ستدخل متغير جديد بالإضافة للانهيار الاقتصادي والانهيار السياسي وهو الانهيار الأمني، وهذا سيدخل لبنان في مرحلة صعبة للغاية. هناك انهيار اقتصادي متسارع، ربما سيصل الدولار إلى مستويات جنونية، هذا سيفجر أولا الأمن الاجتماعي وسيفجر الأمن الأمني، بمعنى أنه عندما تنزل الناس إلى الشارع أو عندما تجوع الناس ليس هناك أي فريق يعني رسمي أو غير رسمي بإمكانه ضبط الشارع وضبط التعديات، وانهيار الأمن سيعيدنا إلى الأمن الذاتي وأمن المناطق، وهذا ما سيعيد إنتاج ميليشيات محلية، وكذلك يعني سندخل مرحلة الاعتداءات لتحصيل القوت اليومي، وبالتالي ثورة جياع ستتحول إلى ثورة جائعين ومسلحين في نفس الوقت، وهذا ما سيضع البلد على كف عفريت وأمام استحقاقات غير محسوبة. ما في شيء بينتهي، هودي الفاسدين هني بينتهوا، ما حدا بينتهي. لبنان يمر بلحظة صعبة، هذا كلام صحيح. زوال لبنان وتقسيم لبنان ليس قرارا يتخذ لا عن جبران بيسيل ولا يتخذ بالقصر الجمهوري ولا يتخذ بحارة حرايك ولا ببيت الوسط ولا بالمختارة. لبنان حقيقة جغرافية وحقيقة سياسية وحقيقة تكوينية موجودة لا يمكن لأحد إلغائها.